مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشر جديد من ضواحي الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة دار بوعزة. كنتواجدوا من أعلى واحد الإقامة سكنية اللي السكان ديالها كيتشكاو من واحد الشركة لصناعة الإسمنت، يعني السيما اللي كيقولوه بأنها غير مرخصة وبأنها كزعجهم، بأنها مرضاتهم مرضات الوليدات ديالهم، الحساسية، الغبرة، كل شيء تخيلوه أن هذه الشركة كتقوم بها كتسبب فيها لهذا السكينة اللي غادي يعطيو مباشرة على قناة شوف تيفي. معنا مجموعة ديال السكينة من السطح ديال هذه العمارة. السلام عليكم، انتم مباشرة على قناة شوف تيفي، شكون فيكم اللي بغى يتكلم على هذا الازعاج اللي كتسبب لكم فيه هذا الشركة؟ اجي عندي، تفضل عندي استاذ. هذا السيد هذا منعش عقاري، يعني هذه سنتين هو عمل وحدة ديال تصنيع الاسمنت المقوى هنايا، معنا عنده خزان هنا فيه الرملة، فيه القياس، فيه البصلانة، والرياح ملي كيصنع الاسمنت ديالو، هذيك الريح كتجيب لنا ديك المواد السامة كاملة، دخلت لنا للدار، دخلت لنا يعني التنفس ديالنا الاولاد وديال الساكنة، حتى النبات كيموت، يعني ف لهالدرجة أن النبات كيموت؟ حتى النبات كيموت، يعني النبات كتسقيه خصك تعمل ليه ترشو حتى تغسلو، وحتى من السيارات إلا غسلتي السيارة كتحطها كتخرج دائما مباشرة كتوسخ. يعني معنى هذا أن الله أعلم الرئة ديالنا أش غادي يقوم بها، وخاصة في هذه الظروف الحالية اللي عندنا كاين الكوفيد، هذا أنا بالنسبة لي عامل من العوامل اللي كيزيد ربما يسبب في بأن المرض يزداد. وخصنا نعرفوا شكون اللي واش هاد الوحدة هنايا واش مرخص لها، ولا كان مرخص لها واش مرخص على حسب المعايير القانونية أو لا، غير موضوع الطريقة. إذا كان ممكن تقول لنا هاد البلاصة شنو هي بالضبط، اش من بلاصة تابعة؟ هنا حنا في باب الريان، بعيدة على المركز ديال الدار البيضاء ب 25 كيلومتر، يعني في الجماعة ديال دار بوعزة. مشيتوا عند السلطات تواصلتوا؟ مشينا عملنا قمنا بالشكايات، انا بنفسي مشيت شفت القائد ديال المنطقة ودفعنا الوثائق، جاو رجعوا للدارك، يعني عدة مرات شكينا معاهم حتى في ناس السي مروان هو الرئيس ديال السانديك ديال هنايا، مشاو تواصلوا حتى بالسيد منعش العقاري. يعني شنو قال لكم؟ تعاملوا معاه، ما كنتش معاهم، يعني تعاملوا معاه بجميع الظروف السلمية الودية باش زعما مثلا بالعيد عرف لنا الاخوان لانه يلاه وقفوا دابا، كنا 10 ولا 11 الليل وكان باقي عنده الالات خدامه والكميوات، يعني النهار كامل، يعني هادشي كيزعجنا بزاف. دابا انتم شنو كطالبوا؟ يعني هاد انا بالنسبه لي القوانين من الناحيه القانونيه ما عنديش معلومات، ولكن انا بالنسبه لي هاد الوحده بعيده علينا بواحد 20 كيلومتر 20 متر على السكن، ما نقولش انه يكون مرخص لها، فاذا كان ما كانش مرخص يعني كيفاش هاد الانسان هذا يعني هو عنده كيبني هنايا عنده مشروع هنا كيبني فيه، وعاد ربما كيش مشاريع اخرى عنده مشاريع اخرى تصنيع ديال. دابا شنو كيصايب هنا بالضبط اذا كان ممكن تقارب المشاهد؟ لا تفضل شنو كيصايب هاد السيد؟ هاد السيد هنا كيصاوب البيطون ارمي، كيصايب السيما، السيما كيجيب السيما كيدير التوفنه الكياس الكرافيت كيخلط السيما. اجي عندي هنا، اجي عندي كيخلط السيما هنايا في هاد لاسونطرا هذا اللي داف، باش كيمشي يديه للبروجي ديالو باش كيبني تما. نورمالمون لي بروجي هنايا اللي كيتبناو كاملين كلهم كيمشيو يجيبوا السيما من عند الشركه اللي كتبيع هادشي، هو بلاص ما يمشي يجيبو من عند المصنع اللي كيدير هادشي، جا حط هاد الوحده هنايا قدام العمارات السكنيه ديال حنا عندنا تساؤل واحد، التساؤل ديسيني ديريكتومون للناس السلطات باش سوا القائد رئيس الجماعه، بغينا نعرفوا هذا السيد واش عنده الرخصه ولا ما عندوش، واذا كانت عنده الرخصه شكون اللي رخص ليه سور لاباز دو بوان ترخصت ليه باش تحط هذه الوحده هذه هنايا، هذا هو التساؤل الوحيد اللي عندنا. اذا كانت عنده الرخصه نشوفوها ما نبقاوش نهضروا، اذا ما كانش عنده الرخصه بغينا نعرفوا هذا السيد هذا
علاش ما عندوش الرخصه وحط هاد السونترال هنا 20 متر على اقامه سكنيه. هنا ساكنه 96 عائله زائد 134 عائله، هي 200 تقريبا 250 عائله اللي ساكنه هنايا كلها مضره. علاش؟ على ود هاد السيد هذا باش ما يمشيش يجيب هاد السيمه من لوزين، جا حطها قدام العماره السكنيه. حنا التساؤل واحد ديريكتومون القائد ديال المنطقه ولا ديال رئيس الجماعه، بغينا نستفسروا على هاد شكون رخص ليه حطها هنا؟ واش عنده الرخصه؟ الا كانت عنده الرخصه يقول لنا غير كيفاش عطاو هاد الرخصه. درتو شكايات؟ درنا شكايه لما نشري المصالح اللي قدمتو لها شكايه. صيفطنا للقائد، صيفطوا العماله، صيفطوا لنا لا كوميسيون، جات لا كوميسيون هنا داروا الرابور ديالهم. اليومين هذا مازال الرابور ما توصلناش به. ملي كندومونديو 22 شهر جوج 22 لو 22 فيفري جات لا كوميسيون وعطات رابور القائد المنطقه. الرابور لحد الان باقي كنطالبوا به، ما بغاوش يعطيونا لو رابور باش يقولوا لينا واش هاد لا سونترال خاصها تحط هنا حدا الناس ولا ما خاصهاش تحط. هضرنا مع السيد قالنا في ايام رحيله، هضرنا مع المنعش العقاري عطانا وعود، قال لك عطيني 3 شهور غادي نحولها من هنا. هادشي كان فات 3 شهور دابا ولا مازال؟ هادشي كان في شهر جوج الديور من الداخل كله ماشي خويا عندي. هذا كون كان غير مشكل ديال البني كنا غادي نصبروا عليه، كون كانت تراب ناتوريل طبيعي نقدروا نصبروا 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ما كاين حتى شي مشكل بحال هاد المشاريع هادو كاملين يبنيو حدانا. عمرنا ما تشكينا، عمرنا ما طلبنا شي حاجه، ولكن هادي راه كونسير، هادي سيما. دابا السيما كتخلط لينا في قراجتنا، هذا هو اللي كاين. الطوموبيلات الاشجار الاطفال زعما الحاله لا اله الا الله. كاين شي حد بغى يتكلم مازال؟ نورمالمون انا من الناس اللي ساكنين في باب الريان على 20 متر، و هذا لابارتمون ديالي فريمون اقرب مكان لهذا السونتر، يعني الضيقه فيا كلشي كاع الامراض جاوني بسبب هذا لا سونترال هذه، حيت نورمالمون ممنوع تكون حدا السكان. انا اللي كنعرف هو ان سونترال نهار اللي كتبغي تحط في شي بلاصه كيداروا لها دراسات باش يعرفوا الرياح ديالها فين كتمشي، الا كان غير دوار حداها ولا شي حاجه ما كتحطش لا سونترال، امبوسيبل تحط. هنايا ما فهمنا والو، هذه عماين جات وتحطات هنا. يمكن لكم من بعد مثلا تشوفوا المنظر من عندي من الدار ولا هذا، يعني ماشي قريبه بزاف، شي حاجه اكثر. زعما اقرب مكان هو فين انا ساكنه في هذا القنت في البروميير ايطاج، سكي في باش نوضح لك اكثر، زعما تقدر تهضر في التليفون في لاتيغاس كترجع يدك كلها بيضة. اما الدار ما نهضروش على السيمه في الدار. الا كان شي مره خدامه وجات تشوف تي في عندنا ودخلات مثلا لاتيغاس ديالي وشافت، غتخرج جوج ديال الثواني غتحس براسك ما بقيتيش كتنفس فريمون، التنفس ما كيبقاش. وحنا كنطالبوا باش ان هذا الشيء تحيد من هنايا، لان ما يمكنش هذا الشيء من غير الصداع ومن غير الالات اللي كتخدم هذا الشيء الازعاج. تخيل انهم كيخدموا بالليل وبالنهار. دابا حاليا في هذا الوقت اللي كنهضروا فيه حنا يا ميم با 30 مينوت باش تحبس لي كاميون تحبسوا بالليل وبالنهار، يعني كيبقاو خدامين بالليل وبالنهار. السبت كتبغي دير شويه ديال تنعشي شويه كتفيق مع 7 الصباح حيت هما بادين. صداع ديال البنايه، صداع ديال لي ماشين، صداع ديال لي كاميون، وعاد زيد لا سونترال هي بعدا الصوت ديالهم مزعج. ما يمكنش تكون حدا الناس، ما يمكنش تكون زعما انا مأكده 100% بان امبوسيبل تكون عنده اون اوتوريزاسيون باش يحطها حدا الناس. كيفاش دارت؟ لان هذه كيديروها الشركات الكبار اللي معروفين في المغرب اللي كيصنعوا البيطون، هما اللي عندهم الحق كيديروها في اماكن فريمون بعيده بزاف على الناس باش تحط. انا هي نورمالمون 20 متر، ولكن انا من داري كتبان ليا بحال 2 متر ميم با، كيبان لي زعما قريبه بزاف، ما يمكنش فريمون قريبه بزاف. دونك عانينا هاد العامين في الحقيقه، ما خلينا درنا الشكايات في كاع عند السلطات اللي كاينه في ضرب وعزه. وهذا انا براسي زعما كنكون ناعسه كنجي من الخدمه عيانه كنعس كضرب 12 الليل كنلقى مازال كاينه الخدمه، 3 الصباح مازال كاينه الخدمه، كنوض كنمشي لعند لي جوندارم وكيعيطوا لهم وكيحبسوا البروجي، ولكن كيحبسوا هذيك الليله مثلا مع 3 4 الصباح، ومن بعد عاوتاني غدا 7 بادين هما خدامين.
ما جلسوا هما لا في عيد لا ما كيجلسوا حتى نهار هما خدامين 24 اش باسكو هاد السيد هذا عنده هاد البروجي اللي كاين في حدانا وعنده دوطخ بروجي ديالو اللي هو تيصيفط ليهم لي كاميون في دار بوعزه سكيفي الوحيد اللي في دار بوعزه حط سونترال كاع لي بروجي اللي حدانا كلشي تبنى جديد ما سمعناش كاع الصداع لان ما كايناش سونترال هذا الوحيد اللي دار لينا هاد سونترال وزعما وهضرنا مع الناس كاملين هضرنا مع السلطات كاملين هضرنا مع الناس في عائلتهم زعما ما خلينا ما درنا عطانا كلمه وما وفاش بها قالنا 3 موا وغادي يحيد لا سونترال من هنا ما حيدهاش هو الى كونتينيو دو طرافاي زعما ترونكيل نتوما ملي سكنتو هنا لقيتوها كاينه ولا تحطات لا ما كانتش كاينه حنايا سكننا هاد لا ترونش في هاد لا ريزيدونس يا 5 اون دابا بس سكننا سكيفي دوزنا 3 غادي شحال هادي باش حنا كان حدانا هنايا كانت حدانا لي شونغلي فوالا حدانا الفلاحه الكيران الطبيعه ترونكيل واحد النهار طليت لقيت سونترال تحطات ما عرفتش انا شناهي في الاول لا فيغيتي ما عمرني ما شفتها منين تحطات ومنين شفنا شنو كيوقع زعما سيتي ترو طار ما حيت ما عرفناش شنو هي تحطات من بعد بدا البني 3 الصباح 4 الصباح البني خدام مالوغوزمون اليوم جيتي لقيتي يلاه حبس دابا كون لقيتي كنتي غادي تسمع بان بحال الحياه في النهار وفي شي بلاصه بعيده على الناس باش تقدر تكون هذا الازعاج كامل واقع ولكن فوق من هذا الشيء كامل كاين مشكل ديال لا سونتي فريمون مشكل لا سونتي خطير عندنا وليدات صغار في لا ريزيدونس عندنا الناس عندنا كاع لي مويان لي ترونش داج كلهم كاينين كاين ناس كبار ناس صغار ناس كلشي كاين دونك كلشي كيتضرر باش كتعرف الضرر كاين انا بعدا مني لازم ما يمكنش شحال مريضه وزيد عليها هاد الكوفيد يعني تقدر توقع شي حاجه مع هاد السونترال زيد على الوليدات وداكشي وباش كتعرف بان زعما القضيه واعره بزاف هما لي بلونط لي بلونط زرقين ما كي كل مره تيجيو لي بريستاتير تيحطوا لي بلونط جداد وما كيوقع والو لان ما كيكبروا ما كيموتوا لان السيمه هذه وكان تراب وكان شي حاجه النباتات هي ما كتعيش لان السيمه راه الناس كاملين دابا اللي يتفرجوا فينا وغيشوفوا غيفهموا شنو هي السيمه كتدخل للناس مع حلقهم ومع ذاتهم يعني راه السم تسبب لهم السيمه شكرا المشكل اللي كاين هو هاد السيد هذا تا كون جا شي حد ودار هاد لا سونترال في حدا دارو كيفاش غيكون الحاله ديالو كيفاش غيكون واش يبغي راسو المرض حنا ما تنطلبو منه والو تنطلبو منه حيد عنا هادشي من هنا لان ضرينا بزاف وراه الا ما حيد اونفان الناس راه كلهم مقلقين وهادشي اللي غنقول لك اولي شكرا اذا كانت هادي النداء ديال السكين احمد ديال الاقامه نخليه غادي ناخذو بالفيديو سكينة ديال إحدى الإقامات بمنطقة الدار بوعزة بالدار البيضاء اللي كيطالبوا من أحد المستثمرين المعيشين العقاريين بأنه يحترم الراحة ديالهم ويحيد هذه الشركة اللي ديال صناعة الإسمنت بجانب اللي كتوقع بجانب المنازل ديالهم هنا بمنطقة الدار بوعزة كيف تابعتوا معنا خدينا عدة تصريحات ديال الساكنة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تجدونه على قناة شوف تي في إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.